السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم الجمعة 15 مايو 2020 في مكون التمارين الكتابية، والهدف من هذه الحصة هو تقويم بعض المكتسبات الأسلوبية والتركيبية والصرفية. لنبدأ على بركة الله مع السؤال الأول. السؤال الأول يقول: أسأل بي لمن، من الذي، من التي؟ إذن هنا لديكم جواب سيساعدكم على طرح السؤال. سلوى هي التي تحب الخيل. فراغ تحب الخيل. قدمت الهدية للعروس. فراغ قدمت الهدية. الحرفي هو الذي يصنع السرج. فراغ يصنع السرج. إذن سأملأ هذا الفراغ ب إما لمن أو من الذي أو من التي. ثانيا، أستعمل أسلوب التعجب في جمل التالية: المنظر رائع. ما إذا سأستعمل هنا أسلوب التعجب، سأتعجب من هذه الجملة. الخيول سريعة. ما الحفل ممتع. ننتقل للسؤال الثالث. أملأ الفراغ بما يناسب: فوق، أمام، مساء، يوم. إذا تعرفنا في درس المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. سأملأ الفراغ بإما ظرف زمان أو ظرف مكان. ذهبت إلى المعرض نقط الأحد. يقف العصفور نقط الغصن. سافرت الأسرة نقط مسجد الحي نقط بيتنا. إذن قبل أن نملأ الفراغ لنفكر جيدا أين سأضع كل كلمة من هذه الكلمات ثم أنجز. دائما أقرأ الجمل وأفكر قبل أن أكتب الإجابة. رابعا، أكتب العدد بالحروف. إذن لدي هنا أعداد سوف أقوم بكتابتها مكان النقط بالحروف. أنجز التلاميذ العدد 3 تمارين. اشترى أخي عدد 5 قصص. شاركت عدد 6 فراغ بنات في مسابقة القراءة. إذن دائما ننظر إلى المعدود: تمارين، قصص، بنات، ثم كما قلنا سابقا نحوله إلى المفرد ثم نرى كيف سنكتب العدد. خامسا، أركب جملة مثل: هذا كتابي وهذه قصتك. إذا لدي هنا جملة اسمية مع اسم إشارة وضمائر الملكية، تذكروا ما قدمناه سابقا. إذا ستركبون جملة مثل هذه. أصل بما يناسب. لدي هنا الضمائر: أنت، أنا، نحن، أنتما. ولدي هنا جمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل. الجملة الأولى: مثلنا في المسرحية. زرتما المعرض. حضرت الحفلة. سافرت إلى القرية. سأصل كل ضمير بالجملة المناسبة. الآن سابعا، أحول: هو يركب الفرس. هو أي غائب، ضمير الغائب هو مفرد مذكر. هي، هما للمثنى المذكر، هما للمثنى المؤنث، هم وهن. دائما هذه ضمائر الغائب. إذن سوف أحول هذه الجملة مع هذه الضمائر. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.